سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ التيك توك هو تطبيق للفيديوهات القصيرة يعمل على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. هذا التطبيق يسمح لمستخدميه بعرض مواهبهم عن طريق إمتاع جماهيرهم بمحتوى مضحك ولكن مرعب أيضاً في بعض الأحيان، ويوجد الكثير من المحتوى لاكتشافه ولكن ليس جميعه جذاب للغاية. وفي هذا الفيديو سنعرض لكم عدة مقاطع من التيك توك ستجعل قلبك ينبض بقوة داخل صدرك. هل أنتم مستعدون؟ لنبدأ إذن. في المرتبة العاشرة، صاحب بلاستيكي. لبريانو هو مستخدم تيك توك، فهو يجمع أصدقائه بين الفينة والأخرى ويقوم بتسجيل بعض الفيديوهات المضحكة. كان لديهم مانيكان الملابس يظهر في كل الفيديوهات، ولكن لم يسأل أي أحد عن سبب ظهور هذا التمثال بشكل متكرر. وفي يوم ما وبعد أن رحل رفاقه، قرر أن يبقى ليبث الفيديوهات لوقت أطول قليلاً. لكن حدثت واقعة صادمة، فقد اقتربت الدمية من الشاب، وفي خضم صدمته قام بدفعها إلى مكانها الأصلي. بعد هذه الواقعة الغريبة، قرر أن يبقي مشاهديه على اطلاع بما سيأتي عن طريق إبقاء الكاميرا في وضع التسجيل طوال الليل. وضع الكاميرا في وضع التسجيل في غرفة خالية ثم أقفل الباب. بعد أن رحل بدقائق، سمع ضجة غريبة من الغرفة، فقام الرجل الشجاع بمحاولة التحقق مما يحصل، لكنه لم يستطع فتح الباب. بعد أن وصل إلى الشرفة بصعوبة، وجد هاتفه مهشماً وثيابه مبعثرة، بالإضافة إلى مسحوق غامض على الأرضية، مما جعله أكثر حيرة من ذي قبل. فما الذي يمكن أن يكون قد حصل؟ حسناً، لقد التقطت كاميرات المراقبة الخاصة بجيرانه المانيكان وهو ينتقل من مكان إلى آخر، بينما كان الجميع نياماً. المرتبة التاسعة، نيك مينو 668 ساغا. مستخدم التيك توك هذا كان محظوظاً لقدوم صديقه ليؤكد على النشاطات الشبحية في منزله. فبينما هو وصديقه يتنقلون في البيت، قام بسؤال الشبح لماذا يتردد على منزله؟ كانوا ينتقلون في البيت المظلم لتفقد أرجائه، فيلاحظون تغيراً في الأشياء. فأول شيء تنطفئ الأضواء، وهؤلاء الشبان يقودون طريقهم ببطء حول الغرفة المظلمة. عندما طلب نيك مينو من الشبح أن يتواصل معه وكإشارة على استماعه، رأى كرة تجري باتجاهه. لا يمكننا رؤية الكرة لأن الغرفة مظلمة. قام نيك مينو أيضاً بسؤال الشبح عما إذا كان يمكنه أن يساعده بأي شيء. لا نسمع في المقطع أي كيان يتكلم، لكن يمكننا الاستماع إلى أصوات الأشياء ترمى في أرجاء الغرفة. يقع هذا الشاب في مزيد من الحيرة، حيث ينتقل من مكان إلى آخر ليرى ما الذي قد تغير. لقد وجد بالتأكيد مكاناً آخر لينام فيه في تلك الليلة، فهل كنت لتنام مرتاحاً في بيت مسكون؟ في المرتبة الثامنة، جامعة الدمى. إذا كنت من معجبي الدمى، فربما يجب أن تكون حذراً منها، فهذا الفيديو يظهر أن بعضها قد يكون غير عادياً. مستخدمة التيك توك هذا هي جامعة دمى، تحب نشر فيديوهاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً تلك التي تحتوي أحداثاً خارقة. في يوم ما تلقت دمية جميلة فكانت متحمسة لعرضها، وكالعادة أخبرت متابعيها أنها ستقوم بفحص الدمية. في التسجيل الأول للدمية يلاحظ المشاهدون بعض الحركة، لكن لسوء الحظ لم تلاحظ المستخدمة ذلك. وبعد أن أصبحت تشك أكثر في أمر الدمية، قررت أن تهتم أكثر بأمر الدمية. في هذه الأثناء سمعت كلمة إفريقيا من الدمية، ولكنها لم تكن متأكدة من مكان خروج الصوت. في الليلة التالية قامت مستخدمة التيك توك بتسجيل نشاط غير طبيعي في الغرفة عندما بدأت الدمية في التحرك من تلقاء نفسها. كانت ترغب في أن تتأكد من ما رأت، لذلك قامت بتجربة أخرى في الليلة التالية. قامت بوضع الهاتف على الأرض ونعم، أكدت هذه التجربة مخاوفنا،
ومن الغرفة المظلمة يمكن رؤية الدمية تتحرك ببطء. ما الذي حصل؟ المرتبة السابعة، سياج. ما الذي قد يدفعك للخروج من المنزل في ساعة متأخرة من الليل من أجل أن ترقص؟ لعلنا لا نملك أي سبب لنفعل هذا، لكن يبدو أن هذا الرجل في هذا المقطع يعجبه ذلك. ليس واضحاً لماذا يغادر منزله في الليل ليرقص في الزقاق، لكن يمكننا أن نرى أنه يحظى بوقت ممتع. وبينما يبدو هذا كمقطع عادي، يظهر رجل مجهول يقف في مكان ما في الظلمة حيث يشاهد الرجل الآخر يرقص. قد لا تراه للوهلة الأولى، لكن حين قام مستخدم التيك توك بالتقريب يمكن حينها رؤيته ينظر بقوة إلى الرجل الآخر، وحتى إنه يبتسم في بعض اللحظات. ماذا قد يكون هذا الرجل؟ شبح؟ أو ربما صديق يحاول أن يعبث مع صديقه؟ في جميع الأحوال لا يجب عليك الخروج في أوقات متأخرة من الليل، لأنك لا تعرف أبداً من الذي يراقبك. سادساً، شبح يظهر على التيك توك. العديد منا يودون إظهار أنفسهم، لذا قامت هذه الفتاة بتسجيل مقطع ترقص فيه مع الموسيقى الخاصة بالتطبيق، آملة أن ينتشر على نطاق واسع. كانت ترتدي بعض الثياب المريحة حيث تؤدي بعض حركات الرقص البسيطة، وحيث كانت تستمتع بحركاتها لم تعلم أن مقطع الفيديو هذا كان على وشك أن يصنع التاريخ. كانت الغرفة مضاءة بشكل جيد، لكن الرواق الذي وراءها كان مظلماً. وحيث نحاول أن نبقي تركيزنا على الفتاة، تظهر شخصية شبحية تمشي بسرعة عبر الرواق. اختفى الكيان بعد بضعة ثوان وسط دهشة المشاهدين. من خلال الظل يمكننا القول بأنه ربما كان أحداً ما أو ربما شبحاً. نشرت المستخدمة المقطع في مواقع التواصل الاجتماعي لعرض هذا الحدث الغامض، وفي غضون بضعة أيام حصلت على أكثر من 1,000,000 مشاهدة. تجادل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الحادثة لعدة أيام، حيث قال البعض إنها خدعة. على كل حال، اقترح الناس الذين صدقوها أن تجلب راهباً من أجل التطهير. هل يجب أن تفعل ذلك؟ ماذا تعتقدون أنتم؟ المرتبة الخامسة، دروس مكياج. صانعة المحتوى هذه تحاول أن تتصفح تيك توك بصناعتها لفيديوهات تعليمية، وحيث تجلس أمام الكاميرا وتبدأ التصوير انصدمت بحركة غريبة في خزانة ملابسها، حيث أصدرت الخزانة صريراً وهي تنفتح ببطء. كانت مندهشة، لكنها حاولت أن تتصرف بشكل عادي، وحيث اقتربت أكثر من الخزانة لتتفحص ما الذي كان يجري، وتحركت لتلتمس باب الخزانة، انطفأت الأضواء في غرفتها. دفعت للوراء من جراء الصدمة، لكن فضولها ازداد أكثر فأكثر، وعندما فتحت الخزانة لم تجد شيئاً هناك أيضاً. وحينما شرعت في الرحيل انطفأت أضواء الخزانة أيضاً. ركضت إلى هاتفها لإنهاء الفيديو، وظلت بقية القصة مجهولة. المرتبة الرابعة، شخصية الظل الغامضة. مستخدمة التيك توك هذه هي من عشاق الحيوانات الأليفة، وهي تظهر كلابها في هذا الفيديو. وما كان من المفترض أن يكون مقطعاً عادياً بدون أي مزايا خاصة، تحول إلى فيديو انتشر على نطاق واسع. عندما كانت تسجل كلا الكلبين كانا هادئين، لكن بعد بضعة ثوان اكتشف أحدهما شيئاً غير عادي في الرواق. نهض الكلب وتحرك باتجاه المدخل ليحدق في الحركة الغريبة. كانت المستخدمة مصدومة من ردة فعل كلبها، لأنها لم تبدو أنها رأت أي شيء، لكنها لاحقاً لاحظت شيئاً غريباً، شيء ما لم يكن صحيحاً. فقد كانت هناك شخصية بمظهر شبح تختلس النظر من المدخل. لا نرى كامل الشخصية في المقطع، لكن يبدو أنه كائن طويل بقوام بشري. وفي لحظة خاطفة يسحب الشبح نفسه إلى الغرفة التي كان يظهر منها. أطلقت المرأة صرخة عالية، فقد كانت مقتنعة أنها لم تكن في مأمن. انتهى الفيديو حالاً بعد الصرخة، لكن ما الذي يمكن أن يكون قد حدث بعد ذلك؟ لا أحد يعلم. المرتبة الثالثة، شخصية مخيفة تسير أمام الباب.
مستخدمة تيك توك تدعى بيلي غولف تقوم بإنشاء فيديو رقص لتسلية متابعيها. تقوم بوضع هاتفها في زاوية لتبدأ بالرقص. لم تكن الغرفة ساطعة، لكن يمكننا رؤية بعض ملامح الغرفة كالمدخل المظلم في خلفية اللوحة. وعندما كانت ترقص، يمكننا ملاحظة خيال يمر من أمام المدخل. كان الكائن واضحاً وقد بدا وكأنه بشري. من السهل الحكم على هذا الفيديو على أنه محض صدفة، لكن الشخص كان مرئياً وواضحاً. السخرية في كل هذا أن الفتاة لم تلحظ الحركة في الخلفية، ولعلها انتبهت لهذا الحدث الغامض بعد أن شاهدت المقطع. المرتبة الثانية، حارس أمن يتفحص المقبرة. ليس مفاجئاً أن أكثر الأحداث رعباً تأتي من المقابر. كان حارس الأمن هذا يعمل في مستودع الجثث في سافانا في ولاية جورجيا حينما سمع أصواتاً غريبة، فقرر أن يتحقق من مصدرها. وخمنوا ماذا؟ بعد أن رفع هذا الفيديو قام بحذفه ثم هجر حسابه. في تلك الليلة الغامضة كان حارس الأمن متمركزاً في أحد أبنية المقبرة المعتمة عندما سمع ضجة غريبة. بدا الأمر وكأن أحداً كان يضرب على الباب، وبما أنه كان من واجبه أن يتحقق من الأمر، لذا أمسك بمصباحه للتحقيق في الوضع. وحيث وصل إلى المكان، التقطت الكاميرا شخصاً غامضاً يقف في زاوية من زوايا المبنى. لم يلاحظ الحارس شيئاً، لكنه سمع صوت طفل يهمس. ليس من الواضح ما يحدث تالياً، لكن الهاتف يلتقط أصواتاً من محيطه، أصوات يمكن تفسيرها على أنها وقع أقدام. لكن من قبل من؟ البشر أم الأشباح؟ بيد أن الحارس لم يكن راضياً عن نتيجة استقصائه، فحاول أن يبحث أكثر، ثم سمع صوتاً عالياً يقول: فلتخرج من هنا. فقام بالهرب للنجاة بحياته. وأخيراً في المرتبة الأولى، العب معي. يظهر هذا الفيديو مستخدمة تيك توك تستخدم فلتر الزومبي لخلق تأثير مخيف. إنه لمشهد مخيف، ولكن ما تقوله في المقطع يجعل قلبك يدق أسرع في صدرك. تتحدث الفتاة بصوت طفل وتسأل متابعيها أن يلعبوا معها. أراهن أنك لم تكن لتجرؤ أن تفعلها إن كان الأمر في الحياة الواقعية. يهمهم هذا الكائن بعض الكلمات المرحة ولكن بشكل مخيف، ويضحك بجرأة. مع أن هذا الفيديو ليس شبحاً حقيقياً، فقد تتمنى أن لا يظهر أي شيء مخيف ومفاجئ من أي مكان. لا يمكنك رؤية أي من هذه الفيديوهات بعد أن تراها للمرة الأولى، لذلك استعد وأحضر صديقك المقرب ثم شاهد هذا المقطع معه. إلى هنا أحبائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. نتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي لا يفوتكم أي من حلقاتنا القادمة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.